مصر في هذه القمة على رأس وفد مصري رسمي رفيع المستوى. بعد دقائق قليلة ستبدأ وقائع الجلسة الافتتاحية لهذه القمة نصف السنوية في دورتها الخامسة بعد اكتمال وصول كل الرؤساء وقادة الحكومات المشاركين في هذه القمة. كان آخرهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل الآن منذ لحظات إلى قاعة الاجتماعات الكبرى التي ستنطلق منها وقائع الجلسة الافتتاحية لهذه القمة الهامة. السيد الرئيس يشارك في هذه القمة نصف السنوية الهامة بعد إقرارها كأحد أهم آليات العمل الإفريقي المشترك منذ عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي. أيضا يشارك السيد الرئيس بصفة سيادته رئيس اللجنة التشاورية لرؤساء وقادة الحكومات الإفريقية بالوكالة الإفريقية للتنمية المعروفة بالنباد. وفي هذا الإطار يلقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر التي يستعرض خلالها جهود الرئاسة المصرية طوال عامين ماضيين للنباد في العمل على دمج التكتلات الاقتصادية الكبرى في القارة الإفريقية وتسريع وتيرة العمل الإفريقي المشترك خاصة على صعيد الاندماج الاقتصادي القاري الإفريقي، بالإضافة أيضا إلى تقديم عرض كامل لجهود الرئاسة المصرية في إطار تنفيذ استحقاق